نشاهد وإياكم مشاهدينا إطلاق الألعاب النارية احتفالا بعيد الاستقلال 78 من مختلف مناطق المملكة. هذه المشاهد الممزوجة بالفرح وأيضا بمشاعر الفخر والاعتزاز احتفالا بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، العيد 78 لاستقلال المملكة. إذن يعني مشاهدينا، بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع نشاهد سماء عمان وهي تتزين بالألعاب النارية، مزيج من الألوان الجميلة، الألوان التي تحمل ألوان العلم الأردني أمامنا في سماء عمان، لما لهذه المناسبة من مكانة خاصة في نفوس الأردنيين والأردنيات. إذن نصل مشاهدينا إلى ختام هذه التغطية الخاصة من التلفزيون الأردني بمناسبة عيد الاستقلال 78. شكرا لضيوفي الكرام معنا اليوم في الاستوديو، معالي الوزير السابق المهندس صخر دودين، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. وأيضا اللواء المتقاعد عود شديفات، شكرا جزيلا لك. شكراً لوجودك معنا. شكرا، وكل عام أنتم بخير، وكل عام وطننا بألف خير. كل عام وأنتم بخير، وأنتم أيضا مشاهدينا شكرا لكم على طيب المتابعة، وأترككم مع هذه المشاهد من إطلاق الألعاب النارية احتفالا بعيد الاستقلال 78. في أمان الله. يا دكا البيضاء أعلى منطقة، ويا دكا الأحرار مع
تلك اليد يا هاشمي دم طاردا إلا معا طول المدى نمضي ولا نخشى الردى أرواحنا رهن الفدا ردني يا دار أهل ردني نشيد السند ذلك الأردن على راية ذلها العدل ونور الفرقد والحسين الهاشمي ابن الغلام حمل العهد بصدق الموعد ساريا يرقى على آل الذرى رمز فخر للشباب الأمجد يا هاشمي دم طاردا إلا معا طول المدى نمضي ولا نخشى الردى أرواحنا رهن الفدا ردني يا دار أهل ردني صناديد الحمى غمضة السيف بوجه المعتد أيها رب البيت هذا عهدنا نفتدي التاج ونفدي سيدي يا رعاك الله يا حال الحمى فارسا مصطفويا المولد سرعا